هاخد مداخلة تليفونية من الأستاذ وحيد القماح صاحب إحدى الشركات السياحية. أستاذ وحيد، مساء الخير. ألو، أستاذ وحيد، ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ اسماء. مساء النور على حضرتك. حضرتك كنت عايز تشاركنا برأيك كمواطن مصري، تحب تقول لنا إيه وإحنا سامعينك؟ والله انا حزين للي بيحصل لمصر، دي حقيقه يعني. بس انا تسمحي لي هتكلم بصراحه مطلقه، اتفضل، ده حقك. وانا اوجه يعني اللوم على الاعلام، مش بخص كل الاعلام بس بخص اعلام معين لم يبرز اهميه دور البرلمان، ولم يبرز ان الدستور الحالي اللي المفروض كان الدستور ده يتعمل ل 20 سنه قدام، ان خطوره هذا البرلمان، والمفروض بدل ما كان يبقى في بعض القنوات لا اريد ذكر اسمها بانهم يتخانقوا على البرلمان ويجيبوا ناس تشد مع بعضهم، لا، الراجل يعني رئيس الجمهوريه قام بدوره على اكمل وجه، مشكور الراجل بسرعه النفاثه، واحنا ماشيين ورا سنه سرعه النفاثه الناس مش قادره تفهم. لا حضرتك، هو حضرتك بتقول الرئيس ماشي بسرعه النفاثه واحنا بسرعه السلحفه. ايوه بالظبط بالظبط، تمام. يعني حضرتك هل ينفع بلد بدون برلمان؟ لا طب طيب انا عاوز اعرف يعني الاعلام هل هو عاوز يحل مكان البرلمان؟ ما هو عدم وجود برلمان في مصر يعني عدم وجود محليات، يعني عدم وجود جهات تنفيذيه، يعني كل الاعلام هو اللي هيقوم بهذا الدور اللي هو حاليا بيقوم بيه. فكان لابد من ان احنا نوعي الناس ونبلغهم يا جماعه ان البرلمان ده انزل انزل قول صوتك. طب انت كمواطن مصري اهو، بعيدا عن الاعلام يا استاذ وحيد، هتقول للمصريين او المشاهدين اللي بيشوفونا ايه لو حد لسه مقرر انه يقعد في البيت وما ينزلش ينتخب، هتقول له ايه؟ اقول لهم ما تزعلوش، ما حدش يزعل وما حدش يعيط وما حدش يتضايق، احنا دلوقتي في امان، ما حدش يزعل بقى لما يجي لنا تغيير للحكومه ويبقى جي لنا، سوري في اللفظ انا هحدد، يجي لنا رئيس زي برهامي يمسك رئيس الدوله، هم عايزين كده ما ينزلوش خلاص، هم حرين، لكن بالاسلوب ده حرام حرام حرام. البلد طالعه لقدام، الناس لازم تنزل، لازم تنزل بكل ما اوتي من قوه، لازم الناس كلها تنزل، الجار يبلغ جاره، انزل وقول رايك، قول انت مش عاجبك ده خلاص ما تخدموش، خد اللي انت عاوزه، احنا لا نريد نحدد لحد معين اتجاه او فصيل، لكن انت عدم نزولك بيدي فرصه لفصيل اخر منظم بينزل ياخد دورك. تمام، يعني الواحد حقيقي في حل. طب انت يعني انت هتحاول بقى طبعا يا استاذ وحيد، احنا لسه بيفصلنا على غلق الصناديق، لسه قدامنا وقت ولسه عندنا اعاده، فاحنا بنتمنى وبنشاركك الراي ان مفيش حد يتنازل عن حقه ولا يتنازل عن صوته. اتمنى للناس تنزل، واتمنى توقيع غرامه لعدم النزول. نتمنى توقيع الغرامة لعدم النزول. طيب أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ وحيد القماح، ربنا يخليك ويوفق الجميع، تحيا مصر ويوفق مصر كلها يا رب. طيب.